اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 8 which is entitled operations on the cube roots. الدرس بتاعنا النهارده شبيه بدرجه كبيره جدا بليسون 6 اللي هو operations on السكوير روت. نفس الافكار بتاعت السكوير روت هي نفس الافكار بتاعت الكيوب روتس. تعالوا نشوف مع بعضينا بعض البروبرتيز اللي هقدر اشتغل بيها وانا بحل مسائل الكيوب روتس. اول حاجه بالنسبه للمالتيبليكيشن، لو عندي كيوبيك روت لنمبر A تايمز كيوبيك روت لنمبر B، من حقي اعمل مالتيبليكيشن للي تحت الروت هنا وايه هنا وهنا، بس الشرط بتاعي يكون هما الاثنين ثيرد روت. يعني لما اشوف حاجه زي كده الثيرد روت ل 3 تايمز الثيرد روت لل 9 يديني ايه؟ ده يديني الثيرد روت لل 28 لل 27 اللي هو ايه؟ اللي هو ال 3. طيب حاجه برضك مهمه جدا، لازم تبقى عارف في الدرس ده البيرفكت كيوبز. زي ما قلنا ان ليسون 6 لازم يكون حاضر في دماغي البيرفكت سكويرز، ليسون 8 لازم وانت شغال تبقى انت عارف مين هم البيرفكت كيوبز اللي انا بتعامل معاهم وبشتغل بيهم. اللي بيبداوا معايا بالاي بال 1، وعندي بعد كده البيرفكت كيوب اللي بعديه اللي هو ال 8 اللي بيجي من 2 باور 3، وعندي اللي بعديه 27 اللي هو 3 باور 3، بعد كده 64، بعد كده 125 216 315 712 729 1000 1331 و1728. دول اسمهم بيرفكت كيوبز. يعني ايه بيرفكت كيوبز؟ يعني لما يتحطوا تحت الكيوبيك روت الروت يقدر يأثر عليهم ويديني اللي هو الروت بتاعهم. زي ما يكون عندك مثلا شجره الروت بتاعها از ايه؟ از 4. طلع مثلا هنا برانش اداني انذر 4، برانش ثاني اداني انذر 4، يبقى يوصلك لكام؟ يوصلك لك 64. يعني عايز اقول لك ال 64 دي الروت بتاعها بقى الاصل اللي طلعت عليها 3 تايمز هو ايه؟ فانا بدور على الروت اللي هو ده ال 4. اوكي؟ طيب تعال نشوف هنا الثيرد روت لل 2 تايمز الثيرد روت للايه؟ للنيجاتيف 4. بنعمل ايه؟ باخد اللي جوه الروت ومع اللي جوه الروت اعمل لهم مالتيبليكيشن. يبقى ده بيديني الثيرد روت للنيجاتيف ايه؟ للنيجاتيف 8. طيب الماينس دوت او النيجاتيف دوت ده عباره عن نيجاتيف 1. النيجاتيف 1 احنا كنا قلنا ان ما عنديش حاجه اسمها سكوير روت لنيجاتيف، لكن بالنسبه للكيوبيك روت ممكن نلاقي تحتيه نيجاتيف، النيجاتيف بنطلعه بره عادي خالص. وهنا الكيوبيك روت لمين؟ لل 8 اللي هي هتديني 2، يبقى يديني نيجاتيف 2. الاصل في النيجاتيف ده ايه؟ الاصل ده اللي هو نيجاتيف 1. يعني دي اكنها كده الكيوبيك روت للنيجاتيف 1 تايمز ال 8 تايمز ال 8. النيجاتيف 1 اكنها الاتي، اكنها نيجاتيف 1 باور 3 هيبقى تايمز 2 باور ايه؟ 2 باور 3. الثيرد روت ده لما ياثر هنا يديني ايه؟ يديني نيجاتيف 1، ولما ياثر هنا يديني 2، يبقى نيجاتيف 1 تايمز 2 which is ايه؟ نيجاتيف 2. طيب الثيرد روت لل 16، الثيرد روت لل 16 زي ما اشتغلنا في الكيوبيك روت، ادور على حاجه بيرفكت كيوب تايمز حاجه ثانيه. ال 16 عباره عن ايه؟ عباره عن 8 تايمز 2. الثيرد روت ياثر على ال 8 يطلعها لي بره ب 2، يبقى هيديني 2 ويتبقى جوه ال 2، ما قدرش ياثر عليها الكيوبيك روت وبالتالي هتفضل زي ما هي جواه. طيب ال 54، ال 54 مشهوره جدا اللي هي 27 تايمز 2، يبقى هيديني الثيرد روت لنيجاتيف 27 تايمز ايه؟ تايمز 2. نيجاتيف 27 تطلع لي بره بمين؟ بنيجاتيف 3، يبقى هيديني النيجاتيف 3 الكيوبيك روت ويتبقى الكيوبيك روت لمين؟ لل 2. ده بالنسبه لما اعمل مالتيبليكيشن ل 2 كيوبيك روتس. بعمل ايه؟ بنعمل تايمز للايه؟ للانسايد الروتس، وبعد كده لما بيطلع عندي الريزلت بعمل لها سمبليفيكيشن بحيث ان انا اطلعها في السمبلست فورم دي. طيب نيجي بعد كده في حاله الديفيجن. حاله الديفيجن بردك انا من حقي اضم الايه؟ التو روتس. يعني لما اقول لك الثيرد روت لاي اوفر الثيرد روت للبي، يبقى كانها الثيرد روت للاي اوفر البي. يعني المنظر اللي انت شايفه ده ممكن تحله ازاي؟ ممكن اعمل كده، هقول ان هي بتيكوال الثيرد روت لل 32 ديفايدد مين؟ ال 4، ودي هنا يديني 1 هنا يديني 8، يبقى الثيرد روت لل 8 ايكوال ايه؟ ايكوال 2. وممكن على طول انا شايفها كده اعمل سمبليفاي على طول، يعني انا في اللقطه دي كده اقول كده ديفايدد 4 ايكوال 1 ديفايدد 4 ايكوال الثيرد روت للايه؟ لل 8. انا بفضل كده عشان كده اسرع.
يعني لما تيجي تشتغل اعمل سمبليفيكيشن على طول، وبعد كده ايه اللي يطلع دوت هات له الكيوبيك روت. يعني مثلا هنا مثلا انت عندك ال 54 دي عباره عن 2 تايمز 27، يبقى هنقول كده ده يديني كده يديني 1 وده كده يديني الثيرد روت لنيجاتيف 27. طيب الثيرد روت لنيجاتيف 27 ايكوال ايه؟ ايكوال نيجاتيف 3. طب نيجي هنا الكيوبيك روت لل 8 اوفر 125، زي ما ضمتهم الاثنين تحت روت واحد انا ممكن افصل، يعني ممكن اقول دي هت ايكوال معايا الثيرد روت لل 8 ديفايدد الكيوبيك روت ل 125 اللي هي هتديني ال 2 اوفر ال 5، لان الكيوبيك روت لل 8 يديني 2، الكيوبيك روت ل 125 ايكوال 5. طب نيجي هنا كذلك انا من حقي اقسم الروتس فوق وتحت، النيجاتيف قلنا هيطلع بره، انا عندي الكيوبيك روت لل 27 از 3، الكيوبيك روت 64 از ايه؟ از ال 4. نيجي نشوف example 1، بيقول لي find the result of each of the following in its simplest form. زي ما انتم شايفين في عندي 2 cubic roots من حقي اضم اللي جواهم، يعني ده هيقوال معايا الثيرد روت لل 2 over 3 times ال 4 over ال 8 over ال 9، مفيش اي simplification، اللي هو الكيوبيك روت 2 times 4 is 8 3 times 9 is 27. طيب ال 8 ليها كيوبيك روت اللي هو ايه؟ اللي هو 2، وال 27 الكيوبيك روت بتاعها از 3. طيب هنا برضو من حقي اضم بس اخد بالي من علامه الديفيجن، يعني هتيكوال كده الثيرد روت لل 5 اوفر ال 4 ديفايدد ال 2 اوفر ال 25. طب وانت عارف ان الديفيجن بتتحول لمالتيبليكيشن والفراكشن اللي بعديها بعمل له سويتشنج او بحط الريسيبروكال بتاعه، يعني دي هتيكوال معايا كده third root ل 5 over 4 times 25 over ال a over 2 اللي هي هت equal معايا third root 125 divided ال a divided ال 8. طبعا احنا عارفين ان الكيوبيك روت ل 125 is 5 والكيوبيك روت لل 8 is 2. لو عايز تسيبها كده سيبها، عايز تخليها mixed اللي هي 2 and 1 over 2 كده او كده مفيش مشكله، بس يعتبر simplest form الميكسد، الامبروبر ما يبقاش سمبلست فورم، يعني لو جات لك كده وزودت كده يعتبر افضل يعني. طيب نيجي نشوف بعض الريماركس المهمه. الريماركس دي انا عايزكم تاخدوا بالكم منها علشان ما تغلطوش، في غلطات ساذجه جدا لما بتيجي تعملها. هو بيجيب لك منظر كده يخدعك، يعني المنظر ده الكيوبيك روت ل a باور 3 بلس b باور 3، بيجيب لك النمبر كده ويحط لك عليه باور 3 عشان ايه؟ عشان انت تقول على طول ان الكيوبيك روت هيطير لي الباور 3 والكيوبيك روت تايل باور 3 ده يبقى هتيكوال a بلس b. طبعا ده خطا شائع، وبالمثل ال a باور 3 ماينس b باور 3 دازنت ايكوال a ماينس b. الصح اعمل ايه؟ افك كل اللي جوه ده واشوف هيكوال كام، وبعد كده اخد له الايه؟ اخد له الروت. طيب تاني حاجه احنا اتفقنا ان النيجاتيف بيطلع بره، يعني الثيرد روت لنيجاتيف a بيبقى نيجاتيف الكيوبيك روت لمين؟ لل a. طيب حاجه زي كده، ودي مهمه قوي، لو انا عندي حاجه بره وعايز ادخلها جوه بتخش باور 3. يعني فور اكزامبل مثلا لو انا عندي 2 الثيرد روت ل 2، ال 2 دي اصلا جايه لي من جوه من مين؟ جايه لي من جوه من ال 8، يعني اكن في 8 جوه وطلعت لي بره ب 2، يبقى انا من حقي ادخل ال 2 جوه بال 8، يعني اكنها هتيكوال معايا الثيرد روت لل 8 تايمز 2 دي اللي كانت بره ودخلناها، اللي هي هتيكوال الثيرد روت لمين؟ ل 16. يبقى زي ما بطلع بره الروت من حقي برضك ادخل جواه، بس اللي يخش جوه لازم يتعمل له باور 3، لازم يحصل له ريزنج تو ذا سيرد باور قبل ما يخش جوه. طيب يعني مثلا الاكزامبل ده عباره عن ايه؟ انا عندي هنا 3 وعندي كيوبيك روت ل 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 9، من حقي ادخل ال 3 جوه، ادخلها جوه كام؟ ب 27، يبقى هتيكوال معايا الثيرد روت ل 27 ديفايدد ال 9، دي يديني 1 دي يديني 3، يبقى هيديني ايه؟ الكيوبيك روت لمين؟ لل 3. كذلك هنا ال 8، ال 8 جوه تخش بكام؟ انا عايز اطير ال 4 دي، ما ادخلش بقى ال 8 كلها، يعني ليه ادخل ال 8 ب 512؟ طب ما انا ادخل منها 2، لما ادخل من ال 8 2 يبقى لي ايه؟ يبقى لي 4، لان ال 8 عباره عن 4 تايمز 2، خدت 2 دخلتها جوه بمين؟ دخلتها جوه بكام؟ بال 8. وهنا يبقى divided 4 اللي هي اصلا موجوده هنا، يبقى ده يديني 1 ده يديني 2، يبقى دي هيديني ال 4، وهنا الثيرد روت لمين؟
للتو. تاني عشان لو ما تفهمتش، انا عندي الاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 تايمز 2. طب ليه ما دخلتهاش كلها جوه؟ لان انا عايز اتعامل مع الفور بس، مش محتاج ادخل لها 512. انا ادخل لها جزء بسيط عشان اقدر اعمل لها سمبليفيكيشن. الجزء البسيط اللي هو ايه؟ اخد التو ديت تخش جوه بمين؟ تخش جوه بالايت. تقدر تتعامل مع الفور ويحصل سمبليفيكيشن، يديني كام؟ يديني 2، وتفضل الفور دي اكزيست بره كده. طيب نيجي نشوف الهنت دي بردك، ان انا من حقي اعمل فوق وتحت انسايد الروت في اي نمبر انا شايفه. يعني انا ممكن اتخلص من الدينومينيتور عن طريق اعمل ملتيبليكيشن فوق وتحت في اي نمبر انا ايه انا شايفه. يعني مثلا حاجه زي كده، ازاي اتخلص من ال 3 دي؟ طب ما انا اعمل ملتيبليكيشن في 9 باي 9، يعني اكنها هتيكوال معايا الثيرد روت ل 1 اوفر 3 تايمز 9 اوفر 9. 9 اوفر 9 يعني 1. طيب ده هيديني كام؟ هيديني الثيرد روت لل 9 اوفر 27. طب ده ممكن يطلع بره ب 1 اوفر 3، يبقى هتيكوال معايا 1 ثيرد الثيرد روت لمين؟ لل 9. طيب اكزامبل 2 بيقول لي بوت ايتش اوف ذا فولوينج في السمبلست فورم. تعالوا مع بعضينا نبص على المسائل ديت. الثيرد روت لل 24 اللي هو ايه؟ هل ال 24 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 8 تايمز 3. خلاص هنا في الدرس ده هنفكر في ال 8، هنفكر في ال 27، هنفكر في ال 64. يبقى ده هنا الثيرد روت لل 8 تايمز 3. الكلام ده بلس، دي زي ما هي سمبلست فور. ال 81 اللي هو ماينس الثيرد روت لل 27 تايمز ال 8 3. تعالى بص معايا، تلاقي الاتي ال 8 تطلع لي بره ب 2، دي زي ما هي ال 27 تطلع لي بره ب 8 ب 3. يبقى هتيكوال معايا 2 الثيرد روت ل 3 بلس الثيرد روت ل 3 ماينس 3 الثيرد روت ل 3. طيب هنا 2 بلس 1 ال 3 ماينس 3 ال 0، وبالتالي يديني ايه؟ يديني 0. اللي بعديها احنا اتفقنا ان ال 54 عباره عن 2 تايمز 27، يبقى دي هتيكوال معايا هنا كده الثيرد روت 27 تايمز 2 بلس هنا 6، هنا ال 16 عباره عن 8 تايمز 2. هنا انا عندي 1 اوفر 4 جوه، طب ما ندخلها 2 من بره. طب لما ادخل 2 من ال 6، ال 6 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 تايمز 2. طب يلا ندخل ال 2 جوه، تخش جوه بكام؟ تخش ب 8، وعندي بره ماينس ال 3 يخش جوه ال 8 في النيومريتور، وعندي ال 4 تحت. نعمل سمبليفاي جوه، يبقى هنا 1 يديني هنا ايه؟ 2. يبقى هتيكوال معايا الاتي، ده يطلع لي بره ب 3، يبقى 3 الثيرد روت لل 2 بلس ال 8 تطلع لي بره 2، وعندي بره 6 هنا، يبقى 2 تايم 6 از 12، يبقى 12 الثيرد روت لل 2. وعندي هنا ماينس ال 3 الثيرد روت لمين؟ لل 2. هنا 3 بلس 12 از 15، 15 ماينس ال 3 يديني كام؟ يديني 12، يعني ده كده يروح مع ده كده، يبقى يديني 12 الثيرد روت لل 2. طيب نيجي لاخر واحده هنا في الاكزامبلز. اتفقنا ان ال 81 بتيكوال معانا 27 تايمز 3 هنا بلس. خد بالك بقى، هنا ده سكوير روت، مش ايه؟ مش كيوبيك روت. وبالتالي مين هم بقى البيرفكت سكويرز اللي عندي؟ بيبداوا عندي من 1 زين 4 زين 9. يبقى ال 12 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 4 تايمز 3. طيب يبقى كده عندي ماينس 2 ثيرد روت ل 3 دول سمبلست، ماينس 2 روت ايه؟ روت 3. طيب دي يديني ايه؟ هنا يطلع لي، هنا يطلع لي 3 بره، يبقى 3 ثيرد روت ل 3 بلس 2 السكوير روت ل 3 ماينس 2 الثيرد روت ل 3 ماينس 2 روت 3. ده راح مع ده، و 3 الثيرد روت ل 3 ماينس 2 الثيرد روت ل 3، يبقى هيديني الثيرد روت لايه؟ ل 3. اكزامبل 3 بيقول لي فايند ان ذا سمبلست فور، وبيديني الاكسبريشن ده. هنا دي لازم اعمل ديستريبيوشن، هدخل ده هنا وبعد كده ده ايه؟ ده هنا، اللي هتيكوال معايا الاتي 2 تايمز ال 5 از 10، وبعد كده عندي هيبقى الثيرد روت عندي هنا 4
تايمز 1 اوفر 2 اللي هي 4 اوفر 8 اوفر 2. بعد كده ماينس 2 تايمز 1 از 2. بعد كده الثيرد روت يبقى عندي هنا 4 تايمز الايه ال 32. ده يديني 1 ده يديني 2 يبقى هتيكوال معايا 10 الثيرد روت لل 2. هنا ماينس الاتي ماينس 2. انا عندي ال 8 ال 32 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 8 تايمز ال 4. وبالتالي انا ال 8 دي كده خلاص هتطلع لي بره ب 2. يبقى في جوه مين؟ في جوه 4 وانذر 4 اللي هي 16. يعني اكن دي هنبسطها شويه. يبقى انا عندي هنا ثيرد روت لل 8 تايمز 8 تايمز 16. طب ال 16 عباره عن ايه؟ ال 16 دي عباره عن 8 تايمز 2. دي تطلع بره ب 2 وتطلع بره ب انذر 2. يبقى انا ممكن اطلع الاثنين دول ب 4. يبقى اكنها 10 ثيرد روت ل 2 ماينس 2 و 2 يطلع بره 4. 4 تايمز 2 از 8. يبقى 8 ثيرد روت لمين؟ ل 2. بعد كده يبقى عندي 10 ماينس 8 يديني 2 الثيرد روت لل 2. اللي بعديها مديني اكس ومديني واي. عايز الفاليو بتاعت اكس بلس واي باور 3 ماينس اكس ماينس واي اوفر باور 3. طب نجيب الاكس بلس واي ونجيب الاكس ماينس واي. طيب الاكس بلس واي هي ايكوال انا عندي هنا الثيرد روت لل 5 بلس ال 2 بلس الثيرد روت لل 5 ماينس ال 2. دي راحت مع دي يبقى هيديني توايس الثيرد روت لمين؟ لل 5. طيب والاكس ماينس واي؟ الاكس ماينس واي هت ايكوال الثيرد روت لل 5 بلس ال 2 ماينس الواي ماينس الثيرد روت لل 5 بلس ال 2. بلس عشان الماينس هنا لازم يتعمل له مالتيبليكيشن هنا وهنا. طب ده راح مع ده يبقى يديني كام؟ يديني 4. يبقى الفاليو اللي هو عايزها يبقى زين الاكس بلس الواي باور 3 ماينس اكس ماينس واي باور 3 هي ايكوال اكس بلس واي باور 3 يعني 2 كيوبيك روت ال 5 باور 3 الكلام ده ماينس 4 باور ايه باور 3. يديني الاتي الباور 3 ياثر على ال 2 وياثر على الكيوبيك روت لل 5. ياثر على ال 2 يديني 2 باور 3 which is 8 ويأثر على الروت ده ويتيار للروت اللي هيديني 5. يبقى 8 تايمز ال 5 ماينس 4 باور 3 اللي هي 64. يبقى هيديني 40 ماينس 64 which is negative 24. طالما بعدين نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على ليسون 8. بيقول لي put each of the following in the form اللي هي simplest form where a and b are two integers will be the least possible positive value. طيب هنا الكيوبيك روت لل 16 اللي هو هيكوال الكيوبيك روت لل 8 تايمز ال 2. واتفقنا ان انا عندي ال 8 ديت تطلع بره عندي بايه؟ ب 2 اللي هو هيكوال معايا 2 ويبقى جوه الثيرد روت لمين؟ لل 2. طيب ال 54 دي معروفه اللي هي 27 تايمز 8 تايمز 2. ال 27 تطلع لي بره بكام؟ تطلع لي بره ب 3. وطبعا النيجاتيف هيطلع بره اللي هو نيجاتيف 1 باور 3. النيجاتيف بيطلع يبقى هتيكوال معايا نيجاتيف 3 الثيرد روت لمين؟ لل 2. اللي بعديها 250 اللي هي 125 تايمز 2. طيب ال 125 تطلع بره بكام؟ دي كده تطلع لي بره ب 5. طب لما تطلع بره ب 5 وعندي بره 2 يحصل لهم مالتيبليكيشن 2 تايمز 5 از 10. يبقى 10 ويبقى لي جوه الثيرد روت لمين؟ لل 2. طيب هنا 135 اللي هي مين؟ اللي هي 27 تايمز ال 5. يبقى دي هتيكوال معايا كده 2 ديفايدد 3 وعندي هنا الثيرد روت لنيجاتيف 27 تايمز ال 5. الحاجات دي بقى تتحفظ، نحفظ النمبرز دي تتحول تبقى ايه. طيب انا عندي هنا ال 27 زي ما احنا عارفين تطلع لي بره ب 3 في النيومريتور. يبقى هتيكوال معايا الاتي، هتيكوال معايا 2 تايمز 3 ديفايدد 3 ويبقى عندي هنا الكيوبيك روت
طبعا النيجاتيف يطلع لل 5 دي تروح مع دي يبعت ايكو مع نيجاتيف 2 الثيرد روت لمين؟ لل 5. اللي بعديها انا عندي هنا 3 3 بره، طب ما انا ادخل 3 جوه تخش جوه بكام؟ 3 باور 3 which is 27، يبقى ده هيكوال معايا الثيرد روت لل 27 ديفايدد 3 دي يديني 1 هنا يديني 9 يبقى يديني الكيوبيك روت لل 9. طيب هنا طب ما انا ادخل انا عندي 5 عايز اتعامل معاها ادخل لها كام؟ طب ما ادخلها 5. ال 5 لما تخش من بره جوه تخش 125 يبقى هتيكوال الاتش هنا نيجاتيف 2 تايمز ال 5 الثيرد روت لل 2 اوفر الايه؟ ال 2 اوفر ال 5. طب ال 5 دي ادخلها جوه هنا ب 125 اللي هي هتيكوال معايا الاتش هيبقى عندي نيجاتيف 2 هنا الثيرد روت ل 2 تايمز 125 ديفايدد ال 5 ده يديني 1 ده يديني كام؟ ده يديني 25 which is يبقى نيجاتيف 2 وعندي الثيرد روت 2 تايمز 25 which is a which is 50. Exercise 2 finds the result of each of the following in its simplest form. Number 1 عندي هنا التو روتس الاثنين نفس الكايند يبقى عندي هت ايكوال معايا الثيرد روت لل 2 تايمز 32 which is الثيرد روت لل 64 وال 64 انا عارف ان هي بكام الثيرد روت بتاعها is 4. طيب هنا 72 divided 9 ده يديني 1 ده يديني كده ال 8 يبقى هتيكوال معايا الثيرد روت لل 8 which is 2. طيب نيجي هنا احنا قلنا ال 54 عباره عن 27 تايمز ال 2 يبقى هنا ده يديني 1 ده يديني هنا على طول ال 27 وعندي هنا ال 2 تديني 1 وهنا ده يديني 2 يبقى هتيكوال معايا 2 الثيرد روت لل 27 which is 2 times 3 which is L6. طيب نيجي هنا 1 over 2 سيرد روت لل 10 times L6 سيرد روت لل 100 هنا نعمل simplification على طول في حاجات ظاهرة دي يديني 1 دي يديني كده 3 يبقى هتيكوال 3 الكيوبيك روت لل 1000 اللي هتيكوال طبعا الكيوبيك روت لل 1000 يديني 10 يبقى 3 times 10 which is A which is 30. اللي بعديها نضم مع بعضنا الروتس ديت يبقى هتيكوال معايا الاتي ثيرد روت 2 ديفايدد 5 تايمز ال 4 ديفايدد 25 اللي هي الثيرد روت 2 تايمز 4 از 8 5 تايمز 25 125 روت يأثر على ال 8 تبقى 2 روت يأثر على 125 يديني ال 5. اللي بعديها هتيكوال الاتي ده هيكوال معايا 3 over 4 divided 2 over 9 اللي هت equal 3 over 4 هيبقى times بقى times 9 over الـ A over 2 which is 3 times 9 27 4 times 2 is 8 الكيوبيك روت لـ 27 is 3 الكيوبيك روت لـ 8 is A is 2. طب اللي بعديها عايز الـ result بتاع الـ each of the following في simplest form. هنا انا عارف ان روت 81 عبارة عن 27 times 3 الكلام ده هيبقى بلس الثيرد روت ال 24 عبارة عن ال 8 times ال 8 times 3 لو هيكوال معايا ده هيطلع بره ب 3 يبقى عندي 3 كيوبيك روت لل 3 طبعا المينس هيطلع بره بماينس يبقى ماينس 2 الكيوبيك روت لمين؟ لل 3 اللي هتيكوال كيوبيك روت ل 3 3 minus 2 is A is 1. طب نيجي هنا انا عندي 16 دي عبارة عن 8 times 2 الكلام ده minus 1 over 3 كيوبيك روت ل 27 times 2 الكلام ده بلس كيوبيك روت للنيجاتيف 2 النيجاتيف طبعا هطلعها بره بايه؟ بماينس الكلام ده هيكوال معايا ال 8 هتطلع لي بره ب 2 يبقى 2 الثيرد روت لل 2 ماينس 1 اوفر 3 تايمز ال 27 طلع لي 3 بره يبقى عندي 3 وعندي هنا الكيوبيك روت لل 2 وعندي هنا ماينس الثيرد روت لمين؟ لل 2 ده يروح مع ده يبقى انا عندي هنا 2 كيوبيك روت لل 2 هنا ماينس كيوبيك روت لل 2 وماينس كيوبيك روت لل 2 دي ماينس 2 كيوبيك روت لل 2
ده وده يروحوا مع ده، يبقى هيديني هنا ايه؟ هيديني زيرو. طب اللي بعديها ده هنا هيكوال معايا كيوبيك روت 8 تايمز 2 بلس هنا الكيوبيك روت لل 10 تايمز 25 اللي هو هيكوال ال 8 تطلع لي ب 2 يبقى 2 كيوبيك روت لمين؟ ل 2 بلس كيوبيك روت لل 8. انا عندي هنا 10 تايمز 25، طيب ما انا اخد ال 10 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز ال 5 وال 5 يبقى كانها 2 تايمز 125. 125 تطلع لي بره مين؟ تطلع لي بره 5، يبقى دي اكنها 2 كيوبيك روت لل 2 بلس 5 كيوبيك روت لل 2 which is 7 كيوبيك روت لل 2. اللي بعديها طبعا احنا عرفنا ان 24 على طول اللي هي 8 تايمز 3. هنا انا عندي هنا ده ميكسد، يبقى انا عندي هنا ده كده يبقى الثيرد روت 13 تايمز 9 ال 12 ب 108 يبقى ال 13 ب 117. 117 بلس ال 8 يبقى 125 ديفايدد مين؟ ديفايدد 9. طيب ما تيجي ندخل من بره ندخل 3 عشان تخش ب 27 وتروح معايا مين؟ مع ال 9 اللي هي ايكوال ال 8. هنا ده يبقى يديني 2 الثيرد روت لمين؟ لل 3. طب هنا ماينس ال 6 دي عباره عن مين؟ عباره عن 2 تايمز 3، ندخل ال 3 دي جوه ب 27 يبقى ماينس ال 2، وعندي هنا الثيرد روت 125 تايمز 27 ديفايدد 9. دي يديني 1، دي يديني ايه؟ يديني 3، ودي تطلع لي بره بمين؟ ب 5، يبقى هتيكوال معايا 2 الكيوبيك روت لل 3 ماينس في بره 5 و 2 اللي هم ب 10، يبقى عندي هنا الكيوبيك روت لمين؟ يبقى جوه عندي ال 3 2 ماينس 10 which is نيجاتيف 8 تايمز الكيوبيك روت لمين؟ لل 3. اكسرسايز 4 بروف ذات، مديني ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. المسائل دي انا بعتبرها مسائل سهله لان المسائل دي المفروض ده يطلع لك زي ده، لكن لو قال لك فايند انت هتطلع ريزلت انت مش عارف هي ايه، مش بيديك لها مرجعيه، لكن هو بيأكد لك ان ده لازم يكوال ده. حلها ازاي؟ والله الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد هيكوال، هيكوال ايه؟ الثيرد روت 128 دي اللي هي 64 تايمز 2، يبقى دي عندي هنا كده 64 تايمز 2 بلس كيوبيك روت 8 تايمز 2 هنا ماينس 2 27 تايمز 2 اللي هتيكوال معايا الاتش، هتيكوال معايا ده يطلع لي بره 4، يبقى 4 ثيرد روت لل 2 بلس ال 8 طلع 2 يبقى 2 ثيرد روت لل 2 ماينس 2 وهيطلع لي بره 3 يبقى ماينس 6 ثيرد روت لمين؟ لل 2 اللي هو هيكوال كام؟ انا عندي هنا 4 و 2 ايكوال 6 ماينس 6 which is 0 يبقى هيديني 0 اللي هتيكوال معايا الرايت هاند سايد، يبقى كده بروفت. طب نيجي هنا نفس الكلام، هنقول الليفت هاند سايد هيكوال معايا ال 54 خلاص حفظناها 27 تايمز 2، ال 16 حفظناها هنا تايمز 8 تايمز 2 هنا ديفايدد، ديفايدد مين؟ الثيرد روت لل 4 تايمز ال 6 اللي هو هيكوال ال 6 هنا الثيرد روت لكام؟ لل 4. طيب تعالى نشوف الاثنين دول، انا عندي 27 بتطلع لي 3 يبقى عندي 3 كيوبيك روت لل 2 تايمز 2 كيوبيك روت لل 2 ديفايدد 6 كيوبيك روت لمين؟ لل 4. طب انا عندي 3 تايمز 2 is 6 يبقى هتيكوال معايا 6 كيوبيك روت لل 4. 3 تايمز 2 يديني 6 والكيوبيك روت ده تايمز الكيوبيك روت ده يديني كيوبيك روت، واعمل مالتيبليكيشن للي جوه. الكلام ده ديفايدد مين؟ ديفايدد 6 كيوبيك روت لمين؟ لل 4. ده number divided same number يديني مين؟ which is 1 اللي هي هتيكوال معايا الرايت هاند ايه؟ هاند سايد، يبقى بروف ده على طول. طب اللي بعديها بيقول لي exercise 5 simplify each of the following to the simplest 4 root 108. 108 ده اللي هي ايه؟ اللي هي 27 times 4. يبقى انا عندي دي هتيكوال معايا الثيرد روت لل 27 times 4
هنا عندي ماينس 2 سيرد روت للفور، ما اقدرش اعمل لها حاجه. هنا ماينس هنا بقى بص بقى هنا السيرد روت لل1 اوفر كام؟ ال1 اوفر 2. طب انا ممكن اعمل هنا تايمز 4 ديفايدد 4. ليه عملت 4 ديفايدد 4؟ عشان انا عندي ال2 تايمز 4 تحت يديني 8 تطلع لي بره ب2، وبالتالي يبقى انا عندي هنا نيوميريتور بس، يبقى ده هيكوال معايا ده هنا هيطلع لي بره 3 السيرد روت لل4 ماينس 2 السيرد روت لل4 هنا ماينس ال8، ال8 تطلع لي بره في الدينومينيتور ب2، يبقى 1 ديفايدد 2 السيرد روت لمين؟ لل4. طيب هنا 3 ماينس 2 يبقى 1 اللي هي السيرد روت لل4 ماينس الهاف السيرد روت لل4 which is 1 اوفر 2 السيرد روت لمين؟ لل4. اللي بعديها السيرد روت ل3 تضى زي ما هي، هنا ماينس هنا السيرد روت لل4 وهنا عندي 6 يبقى السيرد روت لل24 بلس اتفقنا ان ال3 بندخلها جوه ب27 يبقى عندي هنا الكيوبيك روت لل27 ديفايدد ال9 ده يديني 1 ده يديني ايه 3 اللي هتيكوال معايا السيرد روت لل3 ماينس السيرد روت دي 8 تايمز 3 هنا بلس السيرد روت لمين؟ لل3. ده يطلع لي بره هنا ب2 يبقى نيجاتيف 2 السيرد روت ل3 والاثنين دول ب2 يبقى ده هيروح مع ده يروحوا مع ده يديني ايه؟ يديني 0. اللي بعديها سمبليفاي ايتش اوف ذا فولوينج تو اتس سمبلست فورم. طيب اتفقنا ان النيجاتيف بيطلع بره يبقى نيجاتيف السيرد روت لل8 تايمز 2 بلس هنا خد بالك هنا بقى ايه هنا سكوير روت. طب انا عندي ال14 دي عباره عن ايه؟ ال14 دي عباره عن 7 تايمز 2. تعالوا نبسطها اكتر يبقى انا عندي هنا 7 تايمز 2 ديفايدد روت مين؟ روت 7 ماينس روت هنا ال28 اللي هو مين؟ 28 عباره عن 4 تايمز 7 بلس هنا السيرد روت لل27 تايمز ايه؟ تايمز 2. ابتدى يشكل لك بقى يدخل لك سيرد روت مع سكوير روت عشان يلخبطك. طب ده هيكوال معايا الاتش ال8 تطلع لي بره 2 يبقى نيجاتيف 2 كيوبيك روت لل2 بلس ال7 دي عباره عن ايه؟ عباره عن روت 7 تايمز روت 7 روت 7 تروح مع واحده منهم يبقى يديني فوق بلس 2 روت 7 يبقى عندي هنا 2 السكوير روت لل7 ماينس ال4 هتطلع لي بره 2 يبقى ماينس 2 السكوير روت لل7 الكلام ده بلس دي هتطلع لي بره 3 يبقى 3 كيوبيك روت لمين؟ لل2. طبعا ده كده راح مع ده كده عندي نيجاتيف 2 بلس 3 يديني 1 اللي هي كيوبيك روت لمين؟ لل2. اللي بعد كده السكوير روت لل18 اللي هي 9 تايمز 2 كيوبيك روت لل 54 طبعا حفظناها 27 تايمز 2 الكلام ده ماينس ال 216 عباره عن ايه؟ دي عباره عن 6 تايمز 6 تايمز 6. طيب ال 12 عباره عن ايه؟ عباره عن ال 6 تايمز 2 ال 6 تروح مع ال 6 وعندي هنا 2 ديفايد 1 يديني 1 وال 6 ديفايد 2 از ايه؟ از 3 يبقى فوق 3 تايمز 6 which is ال 18 يبقى يديني هنا نيجاتيف روت ال 18 اللي هي 9 تايمز الايه؟ ال 2 الكلام ده ماينس السيرد روت للايه؟ لل8 تايمز الايه؟ ال2 ده اللي هيكوال ده يديني بره 3 طبعا ده والده الاثنين ذا سيم روت ويز اوبوزيت ساين يبقى ده كده هيروح مع مين؟ مع ده كده 27 تطلع لي 3 يبقى 3 كيوبيك روت لل2 ماينس 2 كيوبيك روت لل2 3 ماينس 2 از 1 يبقى هي كيوبيك روت لمين؟ لل2. اللي بعديها 5 روت 2 مش هيحصل فيها اي تغيير هنا ماينس الاتي ال 200 اللي هي 100 تايمز 2 الكلام ده هيبقى بلس 5 تايمز 25 125 اللي هتيكوال الاتي 5 روت 2 هنا ال 100 تطلع بره ب 10 ديفايد 2 ديني 5 يبقى ماينس 5 السكوير روت لمين؟ لل 2
بلس الثيرد روت ال 125 ب 5 ده راح مع ده يبقى يديني ال 5. اكسرسايز 8 تشوز ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن. مسائل اللي تشوز انا بعتبرها من المسائل المهمه لان دايما بيكون فيها تريكات، يعني دايما بيكون فيها فكره بتعتمد على فهمك الجيد للليسون. لو انت فاهم الليسون كويس ان شاء الله تحل مسائل التشوز بسهوله. هنا انا عندي الثيرد روت لل 54 اللي هي الثيرد روت لل 27 تايمز 2. الكلام ده هيبقى بلس الثيرد روت للايه؟ للنيجاتيف 2 اللي هو هتيكوال معايا ده يطلع لي بره 3، يبقى عندي 3 ثيرد روت لل 2 والنيجاتيف يطلع بره يبقى ماينس ثيرد روت لل 2. 3 ماينس 1 از 2 يبقى 2 الثيرد روت لمين؟ لل 2. يعني ايكوال 2 الثيرد روت لل 2. طيب نيجي هنا نيجاتيف 64 ده على طول دي مباشره ان ده ال 64 ده بيرفكت كيوب يبقى هيديني نيجاتيف 4 على طول. طب بلس خد بالك هنا السكوير روت لل 16 which is 4 يبقى نيجاتيف 4 بلس 4 يديني ايه؟ يديني 0. طيب نيجي هنا السير دوت لل 16 والسير دوت لل 2، ال 16 ديفيزبل باي 2 يبقى ده يديني 1 ده يديني 8 يبقى يديني السير روت لل 8 which is ايه؟ which is 2. اللي بعديها طبعا دي من المسائل المشهوره جدا ان انت عندك كيوبك روت ويديك زيه. طبعا ممكن واحد يعمل ايه؟ يغلط يعتبرها الثيرد روت ويعمل بلس اللي جوه، وده هو بيصطاد الستودنت اللي مش فاهم اللي هيعمل له دي. لكن الصح حاجه وحاجه، يديني توايس منها يبقى 2 الثيرد روت لمين؟ لل 2. طيب مش لاقيها عندي، طب ما ندخل ال 2 جوه، ال 2 جوه تخش بايه؟ تخش ب 8. يبقى الكيوبك روت لل 2 تايمز ال 8 which is كيوبك روت لمين؟ لل 16. يبقى اقدر اختار دي. طيب هنا طب ما تيجي نعمل هنا ملتبليكيشن فوق وتحت في 3. ليه 3؟ عشان اطلع ال 3 تعمل لها ملتبليكيشن باي ال 9 دي 27 تطلع لي بره ب 1 ثيرد. يبقى هتيكوال معايا كده كيوبك روت 2 ديفايدد 9 تايمز 3 اوفر كام؟ 3 which is الكيوبك روت لل 2 تايمز ال 3 يبقى انا عندي 6 ديفايد 27 تطلع لي بره في الدينومينيتور ب 3 يبقى 1 اوفر 3 الثيرد روت لمين؟ لل 6 اللي هي دي. طيب نيجي اللي بعديها مديني اكس ومديني الواي وبيقول لي فايند الفاليو اوف اكس ماينس واي اوفر اكس بلس واي اول اوفر كيوبد. يبقى لازم في الاول اجيب اكس ماينس واي وبعد كده اجيب اكس بلس واي. يبقى الاكس ماينس واي هتيكوال الاكس عندي 3 بلس الثيرد روت لل 6 ماينس الواي. خد بالك الماينس هتخش تافكت هنا وهنا تغير الساين بتاعت ال 3 وتغير الساين بتاعت الايه؟ السكند تيرم. يبقى يديني هنا نيجاتيف 3 بلس الثيرد روت لمين؟ لل 6. طبعا ده يروح مع ده يديني توايس الثيرد روت لمين؟ لل 6. طيب تعال نشوف اكس بلس واي. الاكس بلس واي هتيكوال يبقى عندي هنا 3 بلس الثيرد روت لل 6 كام ده بلس 3 ماينس الثيرد روت لل 6 ده يروح مع ده يديني كام؟ يديني ال 6. تعال نجيب الاكس ماينس واي ديفايدد اكس بلس واي. يبقى عندنا الاكس ماينس واي ديفايدد اكس بلس الواي هيديني 2 كيوبك روت لل 6 ديفايدد ال 6 ده يديني 1 ده يديني 3 اللي هي هتديني الثيرد روت لل 6 ديفايدد 3. تعال نجيب الكيوبنج بتاعهم يبقى عندي x minus y divided x plus y cubed هي equal معايا cube root لل 6 divided ال 3 cubed اللي هت equal الباور ده هي ايه؟ هيطير لي الروت اللي هو هيديني كام؟ هيديني ال 6 وتحت هيبقى عندي الباور ده هيأفكت ال 3 يبقى 3 times 3 times 3 اللي هي 27. وعندي ال 6 divided 3 is 2 و 27 divided 3 is 9 يبقى هيديني ايه؟ 2 over ال ايه؟ over ال 9. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 8. ليسون بيعتبر من الليسونز الشيقه جدا، بيعتمد ان انت تكون عارف مجموعه البرفكت كيوبز. يا ريت نحل بقيه الاكسرسايزز، ما تحاولش تستعمل الكالكوليتر. لو استعملت الكالكوليتر يبقى انت كده ما استفدتش اي حاجه من الليسون. يعني الليسون ده هو ليسون 6 سهل جدا جدا ان انا اشتغل بالكالكوليتر، لكن هتفاجئ مع الوقت ان انت ما زدتش قوه في الماثيماتكس، يعني انت ما استفدتش، ايدك ما مشيتش مع النمبرز وما عرفتش مين هم البرفكت كيوب والبرفكت سكويرز.
رجاء بلاش نستعمل الكالكوليتر واحنا بنحل ايه بقية المسائل. وبالتوفيق ان شاء الله.